السوسي ميديا. بصي انا متاثر بس والله بجد الدنيا بخير، بحب قوي الناس اللي قلبها كبير، يعني عارفه هي هبه من عند ربنا، يعني انجلينا جولي مثلا دي واحده هي قلبها كبير. لا يعني بس احمد اقول لك في فئات، ما انت ممكن تتعاطف، انت دلوقتي مثلا متاثر مش قادر حتى تجمع افكارك وكلام، كلنا نتاثر، لكن حد فينا يقدر يعمل خطوه زي دي؟ اشك يعني هي كبيره هي كبيره، شجاعه وفي ناس فعلا قامات تانية في الدنيا طبعا.